وكذلك على أخوتهم وروابطهم الجياشة التي تجمعنا بمشاعر قلبية صادقة. سأفتح باب النقاش من أجل إغناء هذا الحوار وهذه المعطيات وهذه المعلومات حتى نتمكن في إنماء المجتمع وتطويره والرقي به نحو سلالم المجد والازدهار والتقدم بما يحفظ الأمن والأمان والسلم والسلام والحب والاطمئنان الذي يجمعنا كذلك أسرة واحدة عائلة واحدة تحت سقف واحد. وأترك الكلمة مع شخص هو الواحد الذي نعرفه بأخلاقه وقيمه وروحه ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية السيد عبد الواحد والعيش بجمع الطنجة بكلمة اختتامية. تشكر ديالنا العرش الملكي وصاحب جلالة أمير المؤمنين راسخ أن الملكية المغربية الضامن الأساسي ديال وحدة الوطن. إذن كنحيي كل واحد ساهم في هذا البرنامج هذا صغيرا أو كبيرا، كنحيي المجلس الجماعي، كنحيي الناس اللي كيجيو بكثرة وكيضيعوا الوقت ديالهم وكيسمحوا في مجموعة الأمور وكيجيو باش يحضروا معنا باش ينجحوا هذه الملتقيات، لأن وقته ثمين كذلك وكيسمحوا فيه وكيجيو معنا. هذا ما نسواش. أدعوكم لقراءة الفاتحة بعد اليوم الذكرى ديال وفاة المغفور محمد الخامس. قرأوا الفاتحة وترحموا مع به. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.